هذا تاريخ المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا. شاركت السعودية لأول مرة في كأس أمم آسيا عام 1984، وكانت تلك النسخة الثامنة، كانت ثامن نسخة لدوري أبطال آسيا. طبعا كان في قبلها مشاركات، في 1980 فازت الكويت ببطولة كأس آسيا وكانت باستضافتها. ما قبلها في السبعينات ما كان في مشاركات عربية، لأنه إسرائيل كانت موجودة في المجموعات، وكان في ذاك الأيام قرار مقاطعة ما مقاطعة والكلام ذاك تعرف القديم. المهم ف 1984 الآن بطولة في سنغافورة حقق للسعودية أول مشاركة، لقط الكأس، كان بقيادة المدرب الكبير كابتن خليل زين الله يمتعه بالصحة والعافية. في عام 1988 في قطر أقيمت البطولة وفازت فيها السعودية أيضا بركلات ترجيح بتلك اللدغة الماكرة من الكابتن فهد الهريفي الله يمسيه بالخير، واللي نذكركم أنه حفل اعتزاله إن شاء الله راح يكون الأربعاء المقبل، راح يقام حفل اعتزاله، فدعوة للجميع. في عام 1992 السعودية أخذت الوصيف، خسرت النهائي من اليابان. في عام 1996 في الإمارات عادت السعودية وحققت البطولة بقيادة الكابتن الكبير كابتن يوسف الثنيان. في عام 2000 في لبنان السعودية صارت الوصيف ببطولة كانت خنفشارية، يعني كانت فيها صراع كبير مع إيران وطار مع اليابان وطار المدرب، ورجعنا لعبنا مع اليابان في المباراة النهائية وكان في ضرب الجزاء الكابتن حمزة إدريس اللي ضيعها وفقدنا الكاس. في عام 2004 خرجت السعودية من دور المجموعات، شوف من بطل لوصيف إلى تطلع من بدري بدري. في 2007 خسرت السعودية اللقب مع العراق في مباراة نهائية كانت في أندونيسيا، انتهت بصالح فوز المنتخب العراقي وخرجت السعودية بالوصافة. في 2011 الفضائح قدامكم باينة ماني قاريها يعني، بس اللي يسمعونا على الإذاعة، 2011 تطلع مجموعات، 2005 تطلع بالمجموعات، يعني 2015 مجموعات، يعني كأنك قرقستان، ها بلد كبير زي هذا. يعني أنا والله أتفق بعض الأحيان مع التوصيف القاسي اللي قاله رئيس هيئة الرياضة في لقاء مع CNN، قال 15 سنة نايمين. بصراحة ساعات أقول لا، كيف نايمين؟ كان في ناس تشتغل، طلع النتائج نايمين مع الأسف، يعني على الأقل 8-9 سنوات الأخيرة. الجوائز المالية لكأس أمم آسيا هي على النحو التالي. طبعا مجموع الجوائز 14 مليون و800 ألف دولار، حوالي 15 مليون دولار، نتكلم في حوالي 60-55 مليون ريال سعودي. البطل راح ينال ياخذ 5 مليون دولار، يعني تقريبا 18 مليون وشويه ابو فهد، ها حلوين. الله يكتب لك جائزه زي هذه، حلوين حلوين مره. 15 مليون 15 5 مليون دولار يا حبيبي، تسوي لك فندق صغير في المدينه واحلى شغل. المليون كم صفر؟ المليون كم صفر؟ انت ابو الاصفار عارفها. طيب الوصيف ينال 3 مليون دولار، حوالي 11 مليون ريال. المنتخبات اللي تصل الى دور الاربعه ياخذ مليون دولار، 3 مليون و550 الف ريال. اوف احلى تقاعد ابو فهد، مليون دولار كذا تزبط نفسك تروح تسوي لك بيت جديد في المدينه. الله كريم، قول ايه بمرور ملك الحين فوق يقول وجبت. اقول الله كريم. الله، جميع المنتخبات المشاركه تحصل على 200 الف دولار، يعني حوالي 750 ألف ريال أو 800 ألف ريال تقريبا. كابتن حمد المنتشري، مغري الجوائز؟ والله الجوائز مالية كبيرة في النسخة هذه، لكن أبو بدر احنا نحتاج العودة للواجهة من جديد، نحتاج أنه نرجع نخوف الجميع في آسيا. ما فكرنا في الجوائز المالية هذه، ما يعني لا تقدم ولا تأخر بالنسبة لنا، المهم هو حضورنا داخل الملعب وتتويجنا بالبطوله، هذا الاهم. سلطان، بالنسبه للجوائز والمشاركه اللي تبي؟ بالنسبه انا دائما اتعمد ما اطرح لك طيب. اترك لك المجال طيب. لانك انت صانع لعب بالنسبه للجوائز. نعم، انت نظام ايش تمريره يعطيك اياه انت وضميرك. بالنسبه للجوائز انا بس شدتني ارقام، وقبل فتره شفنا جوائز البطوله العربيه، كان البطل في البطوله العربيه ياخذ 6 مليون دولار. صحيح، في البطوله هذه بطوله قاريه لاسيا، وتاخذ يعني فيعطيك دلاله ان كيف قيمه البطوله العربيه اللي اشرف عليها الاتحاد العربي، كيف جوائزها اعلى جائزه في تاريخ المنطقه، اعلى جائزه، اعلى حتى من بطوله كاس العالم للانديه اللي ياخذها البطل.
هذا بالنسبة للبطولة العربية. بالنسبة للمشاركة، أول شيء مشاركة المنتخب السعودي في هذه البطولة من 9 نسخ تأخذ 3 بطولات كثاني أعلى منتخب حصول على هذه البطولة بعد اليابان، تلعب نهائيين وتخرج يعني ب1-0 يعني بصراحة تاريخ كبير. لكن آخر نسختين تخرج من المجموعات شيء غير مقبول. أعتقد وصلنا لكأس العالم في هذه النسخة وفي هذه السنة، وبعدها بفترة بسيطة انك تلعب كاس اسيا، من المفترض انك تكون على الاقل تلعب النهائي، وباذن الله يكون الكاس من نصيبنا. ما يعني بصراحه نمتلك كل قومات المنافسه. نتكلم يعني المنتخبات المشاركه، لو تيجي بترتبها عندك استراليا، اليابان، ايران، هذه على الورق هي المنتخبات اللي مرشحه ترشيح كبير للبطوله. اعتقد حتى بالنسبه للامارات، تاريخنا اخر بطوله اخذناها 96 ابو بدر في الامارات، وباذن الله ان نسترجع بطولتنا في الدولة الشقيقة الإمارات. طيب. وإن شاء الله يكون النهائي برضو مع الإمارات مثل النهائي السابق، ويكون نهائي عربي خليجي.